السلام عليكم متابعات قناة لبنى كوتيو. في هذا الفيديو هذا غندير معكم كيفاش تخدموا في الماكينة، يعني كيفاش كتجيبوا الماكينة أول مرة تخدموا فيها. أنا غنخدم معكم في هذه الماكينة هذه، يعني تقريبا بحال الماكينة الأخرين. المهم فاش كتجيبوها أول مرة كيعطوكم معها، أنا أوريكم دابا. المهم أنا عندي الماركة هذه جوكي، يعني احسن ماركه في هاد الماكينات تقريبا. المهم هي هادي كتكتب بحال هكا. المهم كيعطيو مع هاد الباكيه هادي كتكون فيها طرنوفيسات، المهم الكياس ديالها وواحد القرعه ديال الزيت. هذيك القرعه ديال الزيت غير فاش كتجيبوها كديروها هنايا، كتهزوها هذا بحال هكا، كتهزوه بحال هكا. المهم كيبان لكم هنايا الزيت، يعني هذيك القرعه اللي كيعطيكم كتكبوها هنايا، يعني ما خصكمش توصلوها حتى لهاد هايت. هاي يمكن هنا هايت، يعني ما توصلوش ليها، يعني يجي النص الزيت، يجي النص. انا ناقص لي واحد الشويكك وما خاصوش يهبط على هاد لو، هاد الشرطه الثانيه ما خاصوش يهبط عليها الزيت، وما خاصوش يطلع فوق هاد الشرطه الثانيه هذه اللي فوق، يعني يكون بينهم بين هذه وبين هذه. المهم يبان لكم هنايا قوه هاد الشيء. صافي فاش كديروا الزيت هنايا صافي كتخدموا بها عادي. دابا كتسدوها بحال هكا. بالنسبه للخيط، اول حاجه كتركبوا الخيط، يعني كتجيو كتحطوا الخيط هنايا كما كان صغير ولا كبير، كتحطوا هنايا كدوزوا في هذه التقيبه هذه بحال هكا. صافي كتجيبوه هنايا هاد البلاصه هذه، وهنايا كدوزوه من هنايا، يعني كتدخلوا من هذه التقيبه هذه وكتخرجوه من هذه. وفي هاد البلاصه هادي غنوريكم انا كيفاش مركب بحال هكا، يعني كيجي هنايا كيجي في هادي هنايا وكيدخل من هنايا، يعني فاش تبغيو تخرجوه من هاد البلاصه هادي كيبان لكم هو السليك فين خارج بلات هنايا. كيبان لكم هاد السليك هذا اللي هنايا، ها هو شتي كيجي بحال هكا، يعني فاش كتدخلوا الخيط من هنايا كتجيبوا على هاد السليك هذا، هو هذا بحال هكا، وكتدوزوه من تحت هاد الحديده هادي من هنايا. صافي كتدخلوه على هادي، ها هي كتدخلوه هنايا هادي، هو هذا كتجيبوه هنايا، كتجيبوه هادي لتحت هنايا، ها هي فهاد البلايصه هادي. المهم ساهل، غيبان لكم غير تبعوا غير هادشي غيبان لكم. كتجيبوه في هادي وكتدخلوه في هاد التقيبه هادي صافي، وكتدخلوه من ليبرا. ليبرا بالنسبه ليبرا كتدخلوه من هنايا، الخيط كتدخلو من هاد الجهة هادي من جهة اليسار، يعني من اليسار لليمن، يعني ما غاديش تدخلو من اليمن لليسار. إلا دخلتوه من اليمن لليسار ما كيخيطش ليكم، ها كيما كتشوفو ها هو داخل من اليسار لليمن، يعني ماشي العكس بحال هكا كيما كتشوفو. أنا غنوريكم كيفاش كتركبو ليبرا. بالنسبة ليبرا كتجيبو الطرنوفيس، هو هذا هداك اللي كيعطيو ليكم مع الماكينة، وكتحلو هاد الفيس هذا، ها هو هذا بحال هكا، وكتهبطوا هاد الليبره لتحت بحال هكا. المهم هادشي الا بغيتوش تركبوا الليبره ولا تبدلوا الا تهرسات ليكم، كيبان لكم هنايا هاد الشريطه لتحت هي هادي، هادي كتكون من جهه اليمن، وفاش كدوروا هنايا الليبره بحال هكا تبان لكم هاد الشريطه طالعه من فوق حتى لتحت، يعني هاد الليبره فين عندها هنا مشرطه هنايا، هاد الشرطه هادي الكبيره هي اللي كديروها من جهه اليسار، يعني بحال هكا كديروها من جهه اليسار هكا هكا، وكتدخلوا الليبر هنايا هنايا كيف ما كيبان لكم هاد العين ديال الليبرا، هاد العين ديال الليبرا اللي هنايا ها هي خص تكون حتى هي فهاد الجهه هذه، يعني ما خصهاش تكون من هنايا، خص تكون هاد الجهه هذه. صافي كتسدوا هاد الفيس، صافي كتدخلوا الخيط من هنايا من هاد الجهه هادي، بحال هكا. هنايا كاين الخيط طالع من هاد الجهه هادي من فوق، وكاين هاد الخيط هذا اللي هابط من تحت ديال الكانيط،
هاد الكانيط هذا غنوريكم منين كيفاش ديروا تعمروه وكيفاش تجبدوه من هنايا. قلت لكم هاد الكانيط هذا كتجبدوه من هنايا، يعني كتشوفوا لتحت ها هو فين كاين. هو هذا، هذا كتجبدوه غير من تحت بيديكم، غادي تبقاو غادي تبقاو تعرفوا عادي يعني البصا ديالو كتجبدوه بحال هكا. المهم هو هذا، باش تعمروه كتشدوا هاد هذا. غنوريكم دابا كيفاش نعمروه وكيفاش نخشيوه في هاد الكانيط هذا ونخشيوه لتحت. هنايا كيبان لكم هاد هاد البارتيه هادي هي اللي فين كتعمروا فيها الكانيط، كتخشيوه هنايا، كتخشيو الكانيط هنايا بحال هكا وكتقطعوا الخيط من هنايا من فوق، يعني هاد الخيط هاد الخيط هذا كتقطعوه وكندوزوه هنايا في هذه اللي كتبان لكم هنايا، كندوزوه في هذه وكنجروه هنايا. المهم انا نوريكم، هو هذا الخيط ها هو كما كتشوفوا هنايا، جريته من هذيك الجراره وجبته في هذه، هو هذا صافي ودوزته لهاد الكانيط لويته عليه بحال هكا. المهم بحال هكا ها هو كيبان لكم هنايا صافي. وواحد الحاجه ما تنساوهاش، فاش تبغيو تعمروا هاد الكانيط هذا، هاد الخيط اللي كيكون دايز هنا الليبرا حيدوه، يعني من هنا ابتداء من هاد البلاصه هادي دابا بحال هذا، هذا حيدوه ديروا ليه بحال هكا، يعني باش ما يدخلش لكم الخيط لداخل ويبقى لتحت معرم صافي. و انوريكم دابا كيفاش تعمروا هاد الكانيط. كتبيضاليو عندكم واحد البيضال، هو هذا هاد البيضال هذا هو اللي كديروا عليه رجليكم باش كتبيضاليو، كتبركوا عليه باش كتزيد الماكينه، يعني باش كتزيد كتبركوا على هذا. اول حاجه كتشعلوها هي هذه، هيا هنا كاين واحد البطونه هنايا اون صافي. وعندكم هاد البيضال هذا كتديروا عليه رجليكم، وهذه كديروا لها بحال هكا بحال هكا وصافي كدور. دابا انا هنايا راه درت رجلي في البيضال وهذه غادي ندير لها بحال هكا. هاهو كيبان لكم راه كيدور الكانيط صافي، كتبقاو بحال هكا كدورو حتى كيعمر صافي. فاش كتساليو كتحيدوه صافي، كتحيدوه كتقطعوه. وهنايا هاد الخيط هذا اللي كنت دايره في الكانيط كترجعوه لبلاصتو، يعني كتعقدوا واحد العقده هنايا، كتعقدوا واحد العقده مع هاد الخيط هذا بحال هكا. كيف ما قلت لكم كتعقدوا عقده هنايا، هو هذا انا عقدته هنايا باش يجيكم ساهل، يعني ماشي كل مره تبقاو تركبوا الخيط في الماكينه، يعني ها هو عقدته هنايا وكتجيو هذا الخيط الاخر اللي خليت هنايا وكتجروا بحال هكا. بحال هكا صافي، جريت انا هذا الخيط هذا، هو هذا البلاصه فين كاينه العقده هنايا هي فين غنقطع الخيط من هنايا صافي. ودابا هذا اللي بقى هذا هو اللي غنكمل به هنايا، نكمل به نركب به هادشي اللي بقى ليا هنايا، يعني انا وصلت هنايا يعني غنركبو في هذه كما كتشوفوا هنايا، كنركبوه في هذه في هذه، كنجيو لتحت هنايا لتحت صافي، وكديروا في هاد التقيبه هادي اللي كاينه هنايا هكا، كتركبوا في هاد الليبره هادي بحال هكا. وبالنسبه للكانيط اللي عمرت كتجيو لهاد هذا ديالو، هو هذا كتجيبوا الكانيط داير بحال هكا، يعني كتقلبوه بحال هكا، يعني الخيط خصو يكون جاي من هاد الجهه هادي هكا، كتشدوه بحال هكا كديروا ليه بحال هكا، وكتجيبوا الكانيط بهاد الجهه هادي بهاد الطريقه هادي، يعني تبعوا هاد الطريقه هادي باش تركبوا الكانيط مزيان صافي. كتخشيو بحال هكا، وهاد الخيط هذا كتخشيوه هنايا بعضو، كتخشيوه هنايا وكديروا ليه بحال هكا، يعني خصكم تخشيو فهاد البلايصه هادي، يعني تيخرج لكم من هنا صافي. هو هذا
صافي باش تركبوه كتشدو غير من هاد البلاصه، يعني تركبوه بهكا بهاد الجهه هادي بحال هكا، يعني كتجيبوه بحال هكا، يعني ها هو الكانيط داير بهاد الشكل هكا، كتخشيوه هنايا كتبركم حتى كتسمعوا هاد الصوت هذا بحال هكا صافي. ودابا كتجيو الفوق صافي، كتجيو هنايا كتجيو لهادي كديروا لها بحال هكا، كدوروها بحال هكا، يعني حتى كتشوفوها تطلع هكا بحال هكا بحال هكا، كتشدوا هذا الخيط هذا هكا صافي، كتجبدوا هذا الخيط هذا هو هذا، وهذا اللي خارج من الكانيط من التحت هو هذا هذا صافي. وكتبداو تخيطوا عادي، دابا كديروا الثوب هنا وكتخيطوا، انا نوريكم كيفاش تخيطوا. باش تخيطوا كتجيبوا بحال هكا، المهم طرف الثوب انا جبتكم واحد طريف الثوب بحال هكا، غتهزوا هذا الصباط هذا بحال هكا. دابا باش تهزوا نوريكم كيفاش، هنايا لتحت هنايا لتحت كيبان لكم هذا البيدال هذا، هذا كيبان لكم كاين هنايا، يعني نتوما فاش كتكونوا جالسين هنايا يعني واحد الرجل كتكونوا حاطين على هذا، والركبه ديالكم هذيك الركبه ديالكم كتكون هنايا، كتكون حدا هذا قايسه هذه البلاصه هذه، قايسه هذه البلاصه هذه فين ما تبغوا تطلعوا هذا الصباط هذا، هذا الصباط هذا فين ما تبغوا تطلعوا هذا كتجيو لهذا، يعني الركبه ديالكم كتقيس هنايا بحال هكا وكتطلعها، وكيبان لكم الصباط كيطلع الفوق شوف ها هو فهمتوا صافي. صافي دابا فاش بغيت تبداو الخياطه كما قلت لكم كتبركو هنايا بحال هكا، وكتديروا رجليكم هنايا لتحت يعني هنايا باش تخدموا الماكينه، يعني باش تبدا تخيط لكم كديروا رجلكم هنايا وركبتكم هنايا باش تبغوا تهزوا الصباط الا بغيتوا تهزوا الصباط، المهم مفهوم. صافي دابا كنجي هنايا كتهزوا هذا بحال هكا كتحطوا هكا هنايا، باش تبغيو تبداو الخياطه كتخيطوا وترجعوا في نفس الوقت باش تبقى لكم الخياطه ما تحلش لكم في البدايه ديالها، يعني فين ما تبغيو تبداو شي خياطه من البدايه ديالها كتمشيو تجيو بحال هكا. وعاد كتبداو باش ترجعوا الخياطه بحال بهذا هذا، باش كديروا ليه بحال هكا كيرجع الخياطه ديال هذا، ها انا اللي درت بحال هكا غادي ترجع غادي يرجع الخياطه اللور، ها شوفوا كما كتشوفوا كيرجع الخياطه اللور، انا كما قلت لكم يعني فاش بغيتوا تبداو الخياطه شفتي كتخيطوا واحد الشويه بحال هكا وكترجعوا اللور، وعاد تبداو الخياطه عادي. دابا كتبداو الخياطه هكا عادي، ما تدوش على هذا حيت انا ما قطعتش هذه صافي، كتبداو الخياطه عادي كتخيطوا البياسه ديالكم عادي، يعني كديروا هكا ولا المهم فاش تساليو الخياطه كترجعوا شويه بحال هكا ترجعوا الخيط اللور بهذا البيضه اللي قلت لكم بهذا اللي قلت لكم هذا هذا، فاش كترجعوه شويه كيرجع حتى هذا معاه صافي. فاش كتساليو كتطلعوا هذا الصباط هذا بركبتكم بحال هكا صافي، كتقطعوا الخيط بحال هكا صافي عادي، يعني ولا بغيتو تخيطوا هذيك الثانيه اللي كتكون هنايا ديروا بحال هكا مثلا وكتهبطوا الصباط هكا صافي، كتبداو تخيطوا يعني تخيطوا وترجعوا في المره الاولى فاش يلا تبداو الخياطه كتخيطوا وترجعوا الخياطه بحال هكا وترجعوا بهذه. دابا انا رجعت بهذه كما قلت لكم رجعت بهذه وصافي وكنكمل الخياطه دابا بحال هكا، كتجيكم خياطه فاش كتساليو الخياطه كترجعوا واحد شويه بحال هكا ترجعوا للخياطه اللور كثيريس، حاولوا بقاو ما تكسيروش بزاف يعني ما تبركوش بزاف في هذا البيضه التحتاني، يعني هنايا هنايا مابقاوش تبركو بزاف برجليكم باش ما يتكسريش لكم الماكينه مع هذه، المهم يعني في الاول ما ريش تولفوها. واحد الحاجه هنايا بالنسبه لهذا هذا هو داك الطوندور، يعني ولا المهم كيزير ولا كيرخف هذا الخيط هذا اللي دايز هنايا، نتوما كتشوفوا ديك الساعه عينكم ميزانكم، يعني فاش كدير بحال هكا كان مزير بزاف وكتقطع لكم الخيط
عرفوا من هذا رخفوه شويه بحال هكا يعني دوره غير واحد شويه، ولا كان مرخوف بزاف ولا كيتجمع لكم خيط هنايا بزاف يعني زيره واحد شويه بحال هكا صافي. وهذا كي كديروا هنايا النمره ديال بالنسبه لهذا كديروا هنايا النمره ديال الغرزه. المهم انا كنديرها في هذه جوج ونص كتبان لكم هنايا، ها هي هنايا جوج ونص. الا بغيتوا تكبروا الغرزه بزاف راه كاين هنايا 3 4 5 حتى 6. المهم خليوها نتوما غير بجوج ونص كتكون مزيانه صافي. كنطنا هادشي اللي كاين، هذا كما قلت لكم هذاك باش كيرجع الخياطه اللور كيرجع السباط خيط بالعكس صافي. هادشي اللي كاين هنايا غنعاود ندخل الخيط هنايا نوريكم كيفاش كيدخل معاك كندير الخيط خضر ما باينش مزيان، ومع هادي حتى هي جا داكشي مظلم. غنستعمل خيط ابيض هو هذا، انا درته هنايا كما قلت لكم هذا كتشدو كتخشيو هنايا كندخلوه من العكس كندخلوه من هنايا بحال هكا، و كتجيبو من هاد الجهه هادي. حاولوا تركبوا مزيان الخيط يعني حيت الا ما دخلتوش في شي بلاصه مقاده هي هاديك ما كيتخدمش لكم ما كتخيط لكم مزيان. كتجيو هنايا هادي كديروا بحال هكا بحال هكا، هنايا كتجيو كتدخلوا في هاد البلاصه هادي بحال هكا هكا صافي. كدوروها هنايا وهاد السليك هذا كتجيبوه من هنا من هاد الجهه هادي شتي، كدخلوه وسط هاد السليك هذا هكا كديرو بحال هكا وكتجيبو في هادي حتى هي هكا صافي. كطلعو في هادي كدخلو في هادي هاهي كطلعوها بهاد البيدال هكا كدخلو هنايا هنايا كتجيبو هنايا بحال هكا كتجيو هنا لتحت هنايا كديرو بحال هكا يعني في هادي هكا كتدخلو في هاد البارتي هادي وكتجيو هنا كتدخلوها في هادي بحال هكا صافي. كتدخلو الخيط من هاد الجبرة من هنا بحال هكا كما كيبان لكم بحال هكا صافي. كديرو لها بحال هكا كترجعوها للور المهم كنظن كلشي قلتو يعني تقريبا كاع اللي كاين فهاد داكشي اللي كاين فهاد الماكينه انا قلتو. بالنسبه للخيطه المهم مع الفيديوهات الا احتاجتو شي حاجه بحال هكا نوريكم كيفاش كتخيطي بياسه ولا هادي نديرها لكم شي فيديو. ومهم بالنسبه للمبتدئات اللي عندها شي سؤال فهاد الشيء تقدر تخليه ليا في لي كومونتير وهكا غنجاوبها ونعرف زعما شنو الصعوبات اللي كتواجهوها بالنسبه بحال هكا تخيطو في الماكينه. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار وكنتمنى يكون الفيديو واضح، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله ومع السلامه.